واش الطفل ديالك مدمن على استعمال الهاتف و التلفاز؟ واش نهار كامل هو مقابل الالعاب الالكترونيه والرسوم؟ اجي معايا في هذا الفيديو ان شاء الله نكتشفوا اشنا هما الطرق اللي نقدروا اننا نخلصوا الاطفال ديالنا من الادمان، واشنا هما الخطوات اللي نقدروا نتبعوا. اول سؤال نقدروا نطرحوه، علاش هذا الطفل هذا مدمن؟ للاسف الجواب هو ان السبب هما الاب والام، لان الاب والام كل تعاملوا مع هذا الطفل بصرامه اكثر، كل نوجهوه اكثر، كل ما ولفوش هذه العاده السيئه من اللي كان صغير، فهو ما غاديش يوصل لحاله الادمان. ولكن دابا اللي وقع وقع، خاصنا نشوفوا الحل، كيفاش نخرج ولدي من هذه الحاله، كيفاش انني ننسيه في هذا الادمان ونعوض عليه بحاجه اخرى اللي ترجع عليه بالنفع. اول حاجه خصنا نعرفوها ان الاطفال ديالنا راه امانه لنا، القدرات العقليه ديالهم، التركيز، قوه الانتباه عندهم، فهادشي راه كامل خاصنا نسعوا اننا نطوروه، ماشي نسعوا اننا نقصوه. خاصنا نتفقوا على قضيه ان الطفل ديالنا منين يكون صغير، يعني منين يتلاتي وصل 6 سنوات، علاش كنفضلوا اننا نعرفوا على العالم خيالي، على عالم افتراضي، رسوم، العاب، الى غير ذلك، وربما هاد البرامج هذه يكون فيها بزاف ديال الامور السلبيه. علاش كنخليو اطفالنا يتفرجوا في يوتيوب، وكما كنعرفوا يوتيوب راه فيديو كيديك الفيديو كيديك الفيديو، حنا ما يمكنش لنا اننا نراقبوا الطفل ديالنا 24 ساعه على 24. علاش كنفضلوا ان هادشي كامل على اننا نخليو الطفل ديالنا يتعرف على العالم الخارجي، يتعرف على الناس، يبني علاقات اجتماعيه، يكتشف الراس، يلمس، يتذوق، يلعب، يتعلم كيفاش يلعب مع جماعه. علاش ما نعودوش الطفل ديالنا على حب القراءه وحب العلم بدل انه يولف لينا الاجهزه الالكترونيه؟ هادو راه بزاف ديال الاسئله اللي خاصهم اجوبه، خاص كل واحد فينا، كل اب وكل ام، نجلسوا مع راسنا واحد الجلسه ونعرفوا اش باغيين نعلموا الطفل ديالنا. راه ما بقاش غير في اننا نولدوا صافي، ولكن هاد الولد الى ولدناه فاحنا مسؤولين على كل التصرفات ديالو، مسؤولين على التوجهات ديالو، على العادات اللي كيتبناها، على العادات اللي يولف عليها، هادشي راه كامل مسؤولين عليه وخاصنا نديروا فيه اعاده النظر. الخطوه الاولى اللي نقدر ننصحكم بها هي الصبر، خاصنا نصبروا باش نخرج ولادنا من الادمان، خاصنا نصبروا عليهم، نمشيو معاهم خطوه بخطوه، ولينا ما نتدمروش، لان اشنو اصلا وصل لهم داك الادمان هو عدم الصبر ديالنا. كتقول مثلا الام وولدي صدعني خصني نقاد شغالي، كتحطو قدام التلفازه، جا عندها شي حد باغا تجمع معاه، باغا المهم دير بزاف ديال الامور، فكتعطيه التليفون باش يتلها. يعني راه هذا عدم الصبر اصلا هو سبب في هذا المشكل، وهو ايضا الحل. يعني الا كان عندي صبر وبشويه ونعطيه وقت، فانا ان شاء الله غادي نوصل للهدف ديالي. الخطوه الثانيه هي التدرج. الطفل ديالك دابا مدمن على الاجهزه الالكترونيه وعلى التلفاز، ما غاديش نجي بين ليله وضحاها ونقول ليه صافي خصك تحبس، بطبيعه الحال ما يمكنش، لان الادمان راه كيبقى ادمان، كان ادمان على التدخين وادمان المخدرات الى غير ذلك. فهاد المدمن هذا خاصنا ضروري اننا نديرو معاه خطوات. مثلا الطفل ديالي كيشاهد التلفاز 6 ساعات في اليوم، فانا اليوم غادي نحاول نقص ساعه، وغدا غادي نقص ساعه، الى غير ذلك، فغادي يمشي معاه بالتدريج باش حتى هو ما يحسش بهذاك النقص والفراغ اللي غادي يشكلو عنده الغياب ديال التلفاز والغياب ديال الهاتف. اذا فكنصحكم بالتدرج بشويه بشويه، ونخدموا عقلنا ونمشيو معاه بخطوات باش نقدروا اننا نساعدوه يتخلص من الادمان ديالو. الخطوه الثالثه هو ان يكون عندي بديل، فما يمكنش مثلا انا نقول للطفل ديالي صافي ما خصكش تهز التليفون، ما خصكش تفرج، وانا ما عنديش اصلا بديل. فالبديل هو اول حاجه خصني نفكر فيها، وهنا كنصح الامهات انهم يخرجوا ويقلبوا على العاب اللي تقدر تملا داك الفراغ. كاين واحد العالمه سميتها ماريا مونتيسوري، هاد العالمه عندها بزاف ديال الالعاب اللي كتطور كتنمي الذكاء ديال الطفل، فعلاش ما نبحث ندخل يوتيوب ونبقى نقلب على هاد الالعاب هادو. كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم بزاف ديال الافكار على الالعاب اللي كتنمي الذكاء ديال الطفل وكتزيد القدرات ديالو وكتملا الفراغ ديالو، فحتى هي نقلب عليها في يوتيوب، فموجود بزاف ديال الفيديوهات.
إضافة إلى ذلك نعلم الطفل القراءة. فأرجوكم لأمهات والآباء، بدل ما تعطي الطفل ديالك تليفون، أعطيه كتاب، أعطيه قصة، استثمروا في وليداتكم الذكاء ديالهم، استثمروا الذكاء ديال وليداتكم فيما ينفع. ملي يولي الطفل ديالي يقدر انه يشد الكتاب ما ياكلوش، لان يعني الاطفال في واحد المرحله كيكون كيدي كل حاجه لفمهم. يعني ملي يتجاوز الطفل ديالي هذه المرحله نعطيه قصه، الورق ديالها يكون قاصحين شويه ويبدا كيتصفح ويشوف الالوان، يشوف الرسوم، يعني راه تما غادي يربط داك الحب مع الكتاب. وقبل هذه المرحله هذه فالام والاب خاصهم بدل ما يبقاو نهار كامل مهزين تليفون وباغيين ولدهم ما يهزش تليفون، راه مستحيل. فمره مره يشوف الابن ديالك هاز جورنال ولا هاز كتاب كتقرا فيه وتجلس حداك وتقول ليه اجي تقرا معايا، فهادو راه كلهم خطوات اللي كيساعدوا الطفل انه ما يتعلقش بالهاتف ويتعلق بالكتاب. قبل ما ينعس نشد كتاب ونبقى كنحكي ليه قصه. من البدائل اللي عندي الهاتف كما قلنا الكتاب، نربي في الطفل ديالي الحب للكتاب. فكاين بزاف ديال الاطفال اللي هما نماذج تبارك الله متميزه، مثلا عندنا غير في المغرب مريم امجون، فاطمه اخيار، وزيد وزيد. علاش انا ما نطمحش ان الطفل ديالي يكون بحال هكا؟ علاش دائما كنتبع الناس كل شيء الاطفال هازين تليفون حتى انا ولدي هز تليفون؟ يعني هنا عندنا مشكل اللي هو صراحه مشكل كبير، هو مشكلنا مع راسنا، حنا ما عارفينش اش باغيين من ولادنا، وبالتالي فكنعطوهم اي حاجه. فبدل انني نعطيه تليفون نجيب ليه لعبه نربي فيه حب القراءه والمطالعه، ندخلوا الحلقات ديال تحفيظ القران، لان راه كاين بزاف ديال الامور اللي نقدر انني نعاون بها الطفل ديالي. واحد الطريقه اللي كنت غادي ننساها صراحه هي طريقه جلين دومان لتعليم الاطفال. هذه الطريقه كنصح بها الامهات، وغادي ندير عليها فيديو ان شاء الله اللي غادي نشرح لكم كيفاش انكم تحبوا القراءه للاطفال ديالكم عن طريق استعمال يعني ادوات بسيطه ولكنها جد فعاله. الخطوه الرابعه انني نكون صارمه، وخصوصا الامهات لانه هما اللي كيقضيو وقت طويل مع وليداتهم. نكون صارمه في هذه النقطه، انا بغيت ولدي يتفرج 10 دقائق في النهار، غادي نحقق تليفوني ل 10 دقائق، غادي نبدا الفيديو وغادي نبقى نقول لولدي راه غير تصوني غير يصوني راه غادي نحبس الفيديو. نحاول نبقى نعاود عليه حتى ترسخ عنده في دماغه. يقدر المره الاولى يبكي يغوت، ولكن من بعد راه غادي يولف. يعني الصرامه ثم الصرامه ثم الصرامه، ما يبقاش فيك ولدك تقول لي لا صافي خليه اليوم يزيد ساعه، لا خليه غدا يزيد ساعه، لا نهائيا. قررتي ان ولدك ما يبقاش مدمن على التليفون، فخصك تكون عندك صرامه مع الوقت وتضبطيه ضبطا محكما. واخيرا يعني النصيحه الاخرى هو اننا حنا اللي كنضبطوا المحتوى، ما نخلوش ولادنا هما اللي يتحكموا في اشنو باغيين يتفرجوا. فولادنا راه حنا مسؤولين عليهم، هما باقي ما وصلوش ديك المرحله انهم يكونوا مسؤولين على راسهم. وبطبيعه الحال كنهضر على 12 سنه فما تحت. يعني ما تخليش ولدك هو اللي كيتحكم، انت اللي غتختاري ليه البرنامج باش يولف هاد القضيه هادي. وكذلك ما نخليوش التلفاز ولا هذيك المشاهده عاده ثابته، ما نخليهاش روتين. يعني مثلا اليوم نقدروا تفرجوا في التلفاز ساعه، غدا ما نتفرجوش، بعد غدا نتفرجوا الصباح، نهار الاخر نتفرجوا في عشيه. يعني ما نخليش روتين الا ما داروش الطفل راه مشكل، ولكن لا انني يكون عندي واحد المرونه وما نعتبروش هو عاده يوميه ضروري لنا، وانما نهار نقدروا نتفرجوا نهار نقدروا نتفرجوش. وبالتالي حتى الطفل وجدانيا كيبعد عليه وما كيعتبروش واحد الحاجه ضروريه في اليوم ديالو. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا بزاف من هذه النصائح، وتحيه الاباء والامهات، والله يكبر لكم وليداتكم وتشوفوهم ان شاء الله كيما بغيتوا. ولكن ما تنساوش انكم نتوما مسؤولين عليهم، فحاولوا تعلموهم عادات جيده. والى اللقاء.